عمي أوكيش، حياة ما فيها تعيش بدونك. ونحن مهما دعمناها ما منعوض لمكانك. هي بدونك ما فيها تعيش. يعني أنا بفهم موقفك منيح وليش عملت هيك، بس حتخسر بنتك أكيد سبب هالشي، صدقني. وكمان عندك بنت تانية، يمكن الأيام الجاية تكون أحسن إن شاء الله. بترجاك فكر ببناتك، هن بحاجتك. علي، ليش عم تساعدني؟ بس مشان ما تضل بالسجن. أنا ما عم بحكي مشاني يا علي، أنت عم تساعدني مشان حياة. مشان حياة؟ إخلاء سبيل سيد أوكيش. سيد يلماز قدم إفادته، البلاغ اللي مقدم ضدك طلع كاذب. شو قال يلماز؟ قال إنه بس كان عم ينظف السلاح بالحديقة وقوص على حاله بالغلط. شو جابن لهدول هلا؟ يا ديجار، هدول شو عم يعملوا هون؟ اجت حياة لحتى تطمن على اخي يلمز. انا ما عم صدق شو هالوقاحة هي. يعني بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازته. وانتو لهيك اجيتوا بكر، مو هيك ولا انا غلطانة؟ كتير زعلاني. شكرا كتير لتعاونك حضرة المديرة. انا اليوم رح اتخرج من المشفى، عزبتك معي. تعالي شهيستا، لازم نتشكر حياة اللي أنقذت حياتي. لولاها لحياة الحلوة، لكن تخسرتوني هلأ وما بقى عندكن أي سند. ألف الحمد لله على سلامتك حبيبي يلمز. وأنتي شكراً إلك على اللي عملتيه حياة. أكيد أنت زعلانة كتير هلأ، وأبوكي رح يفوت على السجن لسنين طويلة كتير يا بنتي. عن أي سجن عم تحكي شهيستا؟ نحن عيلة وحدة، مو بيناتنا هذا الشيء. الأهل بيتزعلوا وبيرجعوا بيتراضوا. بعدين أنا وأوكيش من حل مشاكلنا لحنا، ما في داعي حدا يتدخل فيها. هلا
بدي استأذن منك سيد يلمز، ما بدي تعبك أكتر اليوم، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبتي. يلمز، بدك كمل يلي عمله أوكيش؟ شو رأيك يا سيد يلمز؟ أنا ما حدا بيقدر يموتني، وبعرف كنت عم تستني موتي، بس أنت عم تحلمي أحلام، لأني رح ضل عايش. يا كبير، الست بينار برا. بينار؟ ليش ما خبرتيني إنك رح تجي؟ أنا كتير متضايقة. حبيبتي، تعالي ارتاحي. الليلي مين اللي زعل بنت اختي الغاليه؟ امبارح صار كثير شغلات مو حلوه خالي، يمكن بتكون سمعت. عرفت يلمز تقوص. انا كنت هنيك وشفت يلي صار. اجا هذا اوكيش وقوص على سيد يلمز قدام عيوننا كلنا خالي. قالوا صار وضعه منيح. بس انا وضعي مو منيح. يمكن لانك خفتي. مو لأني خفت خالي. ليش لكان؟ لأنه كنا رح نحكي بموضوع خطبتي أنا وعلي، وفجأة أجت عائلة أوكيش وخربت علينا كل شيء. وليش أجوا لعدكن هن؟ ما بعرف، بس يلي بعرفه أنه بلحظة تغير كل شيء. حتى علي كمان ما عاد مثل أول معي، كتير متغيرة تصرفاته معي خاله. كيف متغير؟ بس حكيته عن موضوع الزواج، قال لي مو جاهز هلأ يا بينار، وما بدي أوقف في طريقك، نحن مو لبعض أبداً. زغرني قدام الكل وأنا انقهرت كتير. لك شو مفكر حاله هاد علي ها؟ برأيي هي الحية حياة، هي يلي غيرته. وتخيل خاله ما أوقحها وافقت تتزوج من السيد يلمز، أكيد عم تخطط لشي هاي. وكيف قدرت تضحك على علي بهالسهولة؟ رح نادي لعلي هلأ وأفهم منه شو هو الموضوع، وأنا بتصرف. وأنت رؤي هلأ وما تاكلي هم أبداً، وثقي فيني. ماشي؟ ليكي حبيبتي الغالية، ما رح خلي حدا ينزل دمعة من عيونك أبداً. أنا وبابا صار لنا زمان كتير عم نستناكي. وين كنتي لهلأ ماما؟ عند أوكيش مو هيك؟ ياسمين، رحت لعنده مشان لاقي حل المشاكل يلي نحن عايشين فيها وما تتعقد أكتر. فهمتي ليش رحت؟ وبلكي مات خالي؟ كيف تروحي لعنده؟ كان رح يقتل أخوك يعني. خالك ما مات يا ياسمين، وهو بخير هلأ، صح ولا لا؟ أساساً يا قلبي أنا رحت مشان ما يتكرر هذا الشي مرة تانية، يعني لهالسبب رحت مو لشي تاني. بس أنا ما اقتنعت بهالشي اللي قلتي. وإذا عرف خالي، تعرفي حالك بأي موقف رح تكوني حاططينا أنت ما؟ إيه هاندان، جاوبي بنتك عم تسألك وين كنتي؟ بكر، بترجاك تسمعني شوي. شو يلي بدي أسمعه كمان؟ كل شي واضح. بدك تحكينا عن حبك اللي ما خلص لأوكيش؟ أو إنك خفتي علي أكثر من أخوكي؟ شو لسا ضل؟ بكر، ليش ما عم تفهم علي؟ ما دخل الحب والعشق بهذا الموضوع. أنت بتعرف إنه أوكيش كان بده يقتل يلمز من زمان، وأنا رحت لينهي هذا الموضوع ويفتح صفحة جديدة وما يرجع يعمل هيك شيء. كيف بدي صدقك يا هندان؟ قولي لي كيف؟ بس يكون الموضوع عن أوكيش دائما بيكون عندك حجة دائما.
انت رحتي لتشوفي لانك اشتقتي له مو هيك؟ بكفي بكر. بعرف بعرف مو قادره تنسي وما فيك تطلعيه من حياتنا ابدا، هذا رح يضل كابوس مرافقنا طول عمرنا يا هاندان. اعترفي يلا انك بتحبيه وما فيك تعيشي بلاه، وبدك طلقك لحتى تتزوجيه. انت شو اللي عم تقوله بكر؟ هالشي ما نصح. انا رحت مشان اخي الماز وما يرجع يحاول يقتله مره ثانيه، هذا اللي بيهمني. ايه؟ مبين كتير اكيد انت اللي بيهمك الماز، بس انا ما عاد قادر اتحمل كذب اكثر من هيك يا هاندان. ياسمين حبيبتي بترجاكي لا تصدقي الكلام اللي قاله أبوكي، كله كذب لو سمحتي. كذب شو يا أمي؟ بابا كان دائما بيحبك وكمان ولا مرة خانك، مع أنه بيعرف أنه بتحبي غيره. بس أنتي، أنا برأيي روحي اعتذري من بابا. ليش لا أعتذر؟ أنا ما غلطت معه بشي بحياتي كلها ياسمين، وإذا كان هو بدأ يتركني هذا خياره، يعمل اللي بريحه. والله أنا خفت كتير يا بكر. قال يلمس إنه بده يحكي قدام الكل عن شي، يمكن يكون بده يحكي عن علاقتنا. لازم تعمل شي وما تخليه يحكي أو رح ينخرب بيتنا. لو سمحتي اهدي هلأ، ماشي؟ ما رح يصير هالشي. أساساً هو مشغول بمشاكله مع أوكيش، تمام؟ يعني هو مو فاضي إلنا. تعالي لعندي ومنحكي. ما عاد أرجع عالبيت، نهيت كل شي مع هندان. عن جد؟ أنا ما وعدتك رح أعمل هالشي مشانك يا حبيبتي، أكيد في شي مخبى. بتوقع أنه هندان وأوكيش عملتوه بالسر، هي اللي خلتهم يجوا على اسطنبول، واضح هالشي. ويلماز لمح هالشي، يعني ما كان عم يحكي عني وعنك ابدا. ما تشغلي بالك. انت متاكد؟ انا متاكد من هالشي 100%. اساسا جاي على بالي اني شوفك، تعالي لعندي اليوم ماشي؟ اتفقنا. طيب ماشي. الحمد لله على سلامتك يا المزبك. بتحب تشرب شي؟ جاي عبالي اشرب قهوة. استني لحظة يا هيفيس، لا تجيبي قهوة. أخي يلمز أنت هلأ طالع من المشفى لسه، وما بيصير تشرب قهوة من شان صحتك. أنا منيح، يومين برجع مثل ما كنت. على كل شكرا إليك هيفيس. أخي صحيح أنك سامحته لأوكيش؟ معقول تسامحي اللي بده يقتلك؟ أكيد رح يحاول كمان. ما رح يعيدها أبداً أمي، بعد الكرم اللي عمله معه السيد يلماز مو معقول يرجع يعمل هيك شيء. معك حق يا علي، خلص نحن سكرنا هذا الموضوع ورح أخذ حياة مقابل هالشي هاد، وهيك رح نصير عيلة والكل لازم يدفع ثمن غلطته. أنا سكتت على هداك اليوم، بس أنا هلأ رح أعطيكم فرصة لبكرة. يا أما رح تخبروني لحالكم شو عملتوا من وراي وخبيتوا عني وبالتفصيل كمان، أو أنا رح حاسبكم كلكم على هذا الشيء. بس ما في حدا خانك من بيناتنا. أنا ما بعرف ليش عم بتشك فينا. مين يلي بلغ عن أوكيش؟
نحن ما بلغنا عنه لأوكيش. أساساً قالنا علي ما تحكوا شي لحتى تطلع من العملية. ممكن يكون بكر هو اللي بلغ عنه، بظن منشان يتخلص منه. حاسبي هذا الموضوع يا يادكار، بدي تروح على فرع الأمن وتشوف مين بلغ بيناتهم. ماشي يا أخي. علي، يعني بتقدروا تعرفوا مين اللي راح وقدم بلاغ؟ أمي أنت ما إلك أي علاقة، مو هيك؟ يا الله يا علي، وأنا شو دخلني ليكون إلي علاقة؟ يعني هلأ أي شي بيصير بتحطوه فيي؟ أساساً لو ما كنت أنت موجود يوم الحادثة لقلت أنا اللي قوصته كمان. ماما حبيبتي، بابا ما رح يترك الموضوع هيك، أكيد بتعرفي؟ يعني إذا كان في شي خبريني لأحكي لك مع ياديغار. وإذا أنا اللي حكيت؟ يعني طبيعي أعمل هيك شي، مو هيك؟ عن جد؟ أنت اللي بلغتي؟ يعني أنا ولا غيري؟ خلي أبوك يقول إنه أنا يلي بلغت، إذا بيسترجي خليه يقول. يا ديغار، أمي هي يلي بلغت، بس أنا برأيي إنك تقول لبابا إنه بكر هو اللي بلغ، هيك أحسن للكل. صحيح اللي عم اسمعه؟ صحيح، بس أنت قول إنه بكر. بس أنت كيف بدك يعني أكذب على أخي يلمز؟ وكأنه أنت أول مرة بتكذب، مو هيك يا ديغار؟ ما تخليني أحكي هلأ. طيب تعرف شو موضوع السر اللي حكى عنه السيد يلماس؟ السر شو هذا اللي بده يحكي عنه هيفيس؟ ما بعرف. طيب هلأ اللي خطط لهذا الشيء لازم يخبرني شو عمل بالضبط، يعني لحتى أعرف شو بدي أحكي لأخي يلماس بخصوص هذا الموضوع، ما؟ يلماز الواطي لو ما عنده خطة تانية ما كان قال لي ايه مطلعني. احكي لي الحقيقة، شو طلب منك مقابل؟ هاي فرصته اللي عم يستناها من 10 سنين، كان فينه يحقق حلمه يحطني بالسجن، وهلأ ليش تراجع؟ بابا مو مهم شو طلب السيد يلماز هلأ، المهم طلعك من السجن وانت منيح، وهذا اللي بدي اياه مو أكتر. بعرف، بس شو طلب منك؟ بدو تتزوجي مو؟ احكي لي الحقيقة لشوف. أخي قال إنه ما بدو يشوفك مرة تانية، وهو بيحب حياته ما رح يتخلى عنا أبدا. تمام، اقتلوني لكان قبل ما يصير هذا الشيء عن جد. الله يسامحك بابا، أنت ليش هيك عم تقول؟ يعني مو ضروري نلتقي بس لأنه طلعك أساسا، بس ليهدى الوضع شوي بابا، وأنا بوعدك إنه رح ناخد أغراضنا ونروح من هون بأقرب فرصة بتصر لنا. هلأ أنت مفكرة رح تخلصي منه؟ حياة يلماز ما رح يتركك. إجت الست عندان.
أكيش. أهلا. الحمد لله. فكرت كل شيء انتهى وما عاد شوفك. ما بقى في شيء منيح يا هندان. مترجاك لا تقول هيك، كل شيء رح يصير أحسن إن شاء الله. عندي خبر حلو إلك وشغلات كتيرة لازم خبرك عنها. تعالي. إجوا. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حبيبتي. شكرا إلك. ما بعرف إذا رح تتذكر، ابن خالتي ها كان اللي عايش بلندن، حكيت لك عنه. تذكرته. هو كمان ما بيحبه ليلماز أبداً، وأنا بوثق فيه كتير، لهيك حكيت معه مشانكن أنتوا الاثنين. هو مسؤول عن شركاتي برا وقال لي إنه بده حدا يساعده بخصوص هذا الشيء، وبيعرف بخصوص ياسمين وبخصوص علاقتنا كمان. حكيت له عن يلي عمله يلماز معكن، قال لي خليهم يجوا لعندي ويساعدوني بالشغل. وشو بخصوص الفيزا؟ أنا بهتم بهذا الموضوع. شكراً كتير إليك ست هاندان، ما بدنا نكون عبء عليكي، كنا عم نحكي من شوي عن هالموضوع، يعني عم نفكر نرجع على قضنا. لا معقول هذا الحكي، يعني أنتوا غاليين كتير على أي حياة. بس يا الماز ما رح يترك حدا فيكن بحاله، أنا بعرفه منيح. مو كان بدك تصيري مصممة أزياء؟ إيه مزبوط. إيه تمام، وهي فرصة لتحققي حلمك. بس هيك ما رح يتركك أنتي، ورح يضل يهددك بياسمين ويستعملها ضدك. بعرف. أنا وبكر تخانقنا، ويمكن رح ننفصل قريباً أنا وياه، يعني بعد ما خلص من وراء الطلاق أنا رح خبر ياسمين بالحقيقة كلها. وبعد فترة عم خطط أخذ ياسمين ونروح لعندكن. شو رأيك بابا؟ اي ماشي مثل ما بدكن. وين هيفيس؟ عند الست هاندان. والسبب؟ أنا اللي خليتها تروح أخي. وعلى الأغلب كمان بكر هو اللي بلغ. إذا حابب أنا بروح بتأكد. أنا قلت لك عريفة من الأمن. ما بدي شيء مو أكيد، ماشي؟ وين المشكلة بابا؟ مو أنت سامحت لأوكيش؟ شو بتفرق إذا كان بكر اللي خبر ولا غيره؟ إذا كان شخص من هذا البيت بتكون خيانة، أما إذا من برات البيت ممكن أعذره، لأنه بيكون غيران على مرته مشان هيك عمل هالشي.
ويعني الغيرة هي شعور بيستحق الاحترام عندي. مثلاً أوكيش سحب سلاحه بسبب الغيرة، وهذا الشيء بينغفر عندي طبعاً. غار على بنته أو غار على هاندان، ما بتفرق عندي. مثلاً شاهيستها يمكن تكون بدها تقتلني بسبب غيرتها. يا المز، بصراحة أنا ما بدي أقتلك لأني غرت عليك، ماشي؟ بدي أقتلك بسبب اللي خليتنا نعيش فيه. أما أنه بتمنى موتك اليوم، ما تشك بهذا الشيء. أنت أساساً ما فيك تعترفي بهذا الشيء بسبب كبريائك يا شاهيستا. بس مين هاد يلي بيقدر يعيشك العيش اللي عيشتك إياها أنا؟ ما حدا. أخي، أنت مبارحة رجعت من الموت ولهلأ لساتك ما غيرت أفكارك، حتى نظرتك إلنا وإيمانك بعيلتنا ما تغير أبداً. بس بدي أفهم ليه عم تلومنا؟ إيه بدي لومكن يا زهرة. مثلاً زوجك كان فيه أوّس على أوكيش بنفس اللحظة اللي أوّس فيها علي، وكمان علي كان فيه سلمهم للشرطة بدال ما يخليهم يهربوا من هذا البيت وما يعمل شيء. وحضرة جنابك أنت وأختك كان فيكن تخلصوا على هندان لأنه هي السبب اللي صار هديك الليلة. بابا، وأنا شو كان فيني أعمل؟ أنت عملت أحسن شيء لأنك ما عملت شيء أفوق. لأنه كل شيء بتعمله حضرتك غلط بغلط. أساساً أنت ملاك ما بتعمل شي غلط أبداً. شو كان صار لو خبرتنا إلي ولعلي وتناقشنا قبل ما تجمع الناس وتحكيهم؟ لو سألتني إذا بدي آهو أو سألته لعلي إذا كان بيحبها لبينار أو لا، إذا ما بده إياها حتى، مو كان أحسن؟ أساساً أنا ما عندي وقت لأسمع أجوبتكن السخيفة. هي أفق، أنتوا عايشين ببيتي وعم تصرفوا من مصري أنا، ووصلتوا للي بدكن إياه بفضل مكانتي، وما أخذت برأي حدا فيكن ولا اهتميت بحياتي. بس رأينا مهم بهذا البيت سيد الماز. بعرف أنت صاحب هذا البيت، وكمان أنت وأبي علاقتكم ببعض قوية كتير من زمان، وما عندي اعتراض على هذا الشيء. ايه بعترف إلك فضلك علي، بس بعتقد انه من زمان ولحد هي اللحظة وفيتك ديونك. يعني يا علي بدك تضل تشتغل معي او لا؟ بدي. أنا بقرر إذا وفيتني هذا الدين أو لا يا علي. فهمت شو حكيت أو لا؟
وهلأ لازم تنفذ كل شي بدي إياه بالحرف، ماشي؟ أساساً بعد ما نحل هاي المشكلة وقتها بتكون وفيتني الدين تبعي. أنا رح أعمل شو ما بدك سيدي الماس. بالأول بدي منك تجهز وراء الطلاق بيني وبين خالتك يا علي. وبدي هالشي يخلص بيوم. ثانياً اسمعوني منيح كلكن، أنا من هلأ ما بأثق فيكن، وعرفت إنه موتي أنا بيخدم مصالحكن كتير. كل واحد فيكن ناطر موتي لحتى يستفيد من قرني، ما عدا شخص واحد، حياة. لكان قلت لي حياة. لو حياة بتتمنى موتي ما كانت منعت أبوها من إنه يقتلني. بس هي ما عملت هالشي من شانك، من شان أبوها ما يفوت على السجن. عملت هالشي مشاري، ولهيك أنا قررت في حال أنا صار لي شي ومتت إنه تكون كل ثروتي. وإدارة شركتي لشخص واحد هو حياة. لا مو معقول. بس رح كون أحسن منكن مع أنه ما بتستاهلوا شي. مشان ما تموتوا من الجوع والفقر رح أترك لكم قرشين لحتى تعيشوا منهم. أخي إذا بيسمعوا أعدائنا بكلامك اللي حكيته هلأ رح يحاولوا يقتلوك أكيد. يا عملوا يلي بدهم إياه، خلي أعدائي يجوا يخلصوا على حياتي يا ديجار. إذا يلي وسئت فيهن خانوني. حياة بالنسبة إلي هي كل شي بالدنيا، وهاد درس إلكن لحتى تذوقوا طعم الخيانة، وخاصة من يلي حبيتوهن. أهلا وسهلا هيفيس. أهلا فيكي حبيبتي. تفضلي. أمي بغرفتها شوي وبتجي. شو رأيك نقعد هون؟ تمام. هيفيس الغالية. حبيبة قلبي. اشتقت لك كتير. أنا زعلانة من اللي عم بيصير معاكم ست هاندا. بعرف يا روحي، بعرف. أنا رح روح أعمل قهوة. بدنا نعذبك. ليش واقفة؟ تفضلي. شو كنت رح انبسط لو يلماز مات وما ضل عايش أبداً. أنا كمان تمنيت هالشي. طلعت شعيستا هي اللي مخططة لكل هالشي. فكرت إنها رح تتخلص من يلماز وحياة مع بعض سوا. رح يجي يوم وحاسبها لشاهيستا، وأكيد قرب كتير هذا اليوم كمان. السيد يلماز قال إنه سامحوا لأوكيش وسكر على الموضوع، بس أنا شايفة شاهيستا خانه ما رح تضل ساكتة.
والست شاهيستا وزهرة هن اللي بلغوا عن أوكيش، وكمان قالوا لخالي ديجار يقول إنه بكر هو اللي خبر عنه. عن جد عم تحكي؟ أي نوع من البشر هدول الناس؟ وحكى السيد يلماس شغلة إنه بيعرف الكل شو مخبين عليه، وأكد على هالشي كتير، وإذا مو كل واحد إجا حكاله شو عامل رح يكون عقابه كتير كبير. ما فهمت شو يعني؟ برأيك على شو عم بيلمح؟ عندك فكرة شو بيقصد؟ هذا شيطان، ما حدا بيعرف شو عم يفكر ولا شو بده يعمل. يعني ما بتعرفي يا ست؟ وشو بيعرفني أنا؟ وهلأ على مين رح يحط الحق؟ ما حدا بيعرف. بس إن شاء الله قدرتي تقنعي أوكيش إنه يبعد عن يلماز وعن عيلته كمان، أحسن ما يتورط بالمشاكل معهم. حكيت معه بهذا الموضوع، وأساساً هنن رح يسافروا برات البلد. تفضلوا. شكراً حبيبتي. صحة وهنا. شكراً يا عمري. طمنيني كيف صار خالي؟ إن شاء الله أحسن. حابة روح أطمن عنه. صار كتير منيح، ما تقلقي أبداً، كم يوم وبيرجع مثل الأول. الحمد لله. كأنه ما أجا بكر بيك؟ تخانقت أنا وياه لأنه رحت لعند أوكيش اليوم، بعصب وما بتوقع يرجع، ما بعرف وين ممكن يكون. روحي حبيبتي، بكر بيك بيحبك كتير يا ست، كم يوم بيروق وبيرجع لحاله، أنت ما تزعلي، عمل هيك من غير تعليكي. بس هي المرة غير كل المرات، حاسسني قلبي ما رح يرجع بنوب. مثل ما أنت قلتي، بابا كتير بيحبها لماما، بس لو ماما بتعامله بطريقة مختلفة أو حتى بتحاول تحكي معه وتراضي ما كان راح أبداً. معك حق ياسمين، بس أمك كتير تعبانة هالفترة، ولازم أبوك يتفهم هالشي كمان. لو ما كنتي معي هلأ شو كنت بدي أعمل؟ حبيبة قلبي، أنتي دائماً بتوقفي معي، أنا محظوظة فيكي كتير. أنا على طول معك، وأنا كمان محظوظة فيكي، أنتي كنتي تدعميني دائماً يا روحي. تسلميلي. صار لازم روح، مثل ما بتعرفوا كلنا متوترين. ماشي حبيبتي، تعالي حبيبة قلبي. بس أنا ما عم بفهم، راسي ما عم يتحمل، بابا كان رح يموت بسببه إله، وفجأة بيسامحه وما بيقدم شكوى ضده، ليش عمل هيك؟ وكمان فوق هاد كتب وصية قال إذا صار له شي كل أملاكه بتصير لحياة، الشي ما بيتصدق. ليش السيد يلماز لا يكتب كل أملاكه باسم حياة يا أفق؟ يعني معقول واحد مثله يكون فقد عقله في سبب تاني؟ أكيد، وسبب كتير قوي كمان. باينتو عشقان على فكرة. بابا مو شكله شكل واحد بيعرف يحب. أنا قلت لكم من قبل إنه هذا الزلمة مريض، وأنتوا ما صدقتوني وضحكتوا على كلامي وقتها، وهي النتيجة. ما بعرف شو بدي أحكي. بدي روح على الفندق، بتجي؟ ليش؟ شو ليش؟ منروح نرتاح شوي، نشرب شي ومنمضي وقت. حبيبي أفق، نحن أصدقاء وبس، ورح نضل هيك دائماً. عن جد أنا ما عم بفهم عليكي، أنت كتير غريبة. لو ما تصاوب أبي لكنا هلأ عم نخطط للزواج، وهلأ شو يلي تغير؟ حتى لو تزوجنا ما رح يصير بيننا شي، قلتلك نحن أصدقاء وبس، ما رح يتغير هذا الشي أبداً. صح، أنا يلي خططت لهذا الشي من زمان، وهلأ كيف نحن رح نكون مع بعض؟ أنت معك حق. الحق عليك على فكرة. أنا رايح على الفندق، إذا حبيتي تعالي.
يسلم. سمعت السيد يلماز عم يحكي إنه إذا صار له شي ومات فكل أملاكه لحياة، الشركات والأسهم، يعني كل شيء إليك. وطلب مني كمان جهز له الأوراق على هذا الأساس. لكن أخي خلينا نطبق أول خطة. وشو هي هاي الخطة؟ مو كان أخي أوكيش بده يقتله لألماز، وهي فرصة مناسبة، وهيك فينا ناخد كل شيء عنده أملاك. من ناحية بيبرد قلبه لأخي، ومن ناحية تانية منكون أخذنا ورثة كبيرة لحياة. حلوة الفكرة. بلا ما تحكي حكي فاضي، الله لا يقدر. لهلأ ما عرفنا كيف نفدنا هديك المرة. ما في داعي تشغل بالك أبداً بابا، ما في داعي تقلل ذوق معك مرة تانية بنوب. هي ورفقاتها الخبيثين عم يحاولوا يلعبوا معي. يمكن عرف إنه هندان إجت لعنا، فلهيك خطط منيح لهذا الشيء. أكيد ما بده يانا نروح من هون منشان تصير حياة إلو ما تبعد عنه. ليش؟ شو عرضت عليكم الست هندان؟ قالت لنا نسافر ونبلش حياتنا من جديد، وهي رح تساعدنا. يعني بدينا نشتغل عندها بالشركة وأخي وافق، ولو حدا غير الست هندان حاكي معه ما كان وافق طبعاً، لأنه بيعزها كتير. ما دخل هالشي ميرال، هي بدها نعمل هيك مشان ياسمين، لأنه يلماز رح يصير يستعملها ضدها كمان، ولهيك أنا وافقت. يعني بدكم تروحوا؟ إذا بدك فيك تجي معنا ومنحكي مع الست هاندان. عن جد هالحكي؟ أنا بصراحة محتار برأيي، نضل هون ولا ناخد ورثة يالماز؟ شو رأيك أخي أوكيش، نضل هون أحسن؟ وبتوقع أنه يالماز ما رح يعيش كتير. ما حدا طلب رأيك فيدات، أنت خليك إذا بدك منشان يكتب لك يالماز أملاكه باسمك. مصرين تروحوا؟ الست هاندان قالت استنوا مني خبر، وهي رح تساعدني بشغلي كمان، رح تلاقي لي شغل برا بتصميم الأزياء. يعني بس يصير شغلي منيح ما رح ضل معتمدة عليها. رح يصير كل شيء أحسن، وأنت رح تحققي كل أحلامك كمان. بس يا أخي أوكيش، الست هاندان رح تلحقنا بسرعة، بس الروح ما رح تتحمل. ما فيها تبعد عنك كتير يا أخي، العشاء ما فيهم يبعدوا عن بعض أبداً. علي، أنت ما حكيت شي، شو حابب تجي معنا؟ بيجي على أي مكان بتكوني فيه.